ይህ እንግዲህ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። اهلا وسهلا اعزائي المستمعين اهلا بكم في برنامج ما وراء السد ومعكم في الاعداد البرنامج خبير التاريخ والمحلل السياسي ابراهيم مولوشوا وايضا عمر مكنن احمد وقدم لكم ضيف البرنامج ضيفنا المحبوب استاذ ابو بكر احمد ونرجو منكم أن تستمعنا إلى النهاية. نبدأ بالسؤال الأول من إبراهيم مولوشوا. هناك جهات من مصر وبلدان أخرى يقولون أن على جميع المسلمين الوقوف مع مصر لأنها بلدة مسلمة، وهذا طبعا ضد إثيوبيا. ماذا تقول يا استاذ قام قوم አለበት ይያሉ ስለሆነ ይሄን ነገር እንዴት ታየዋል መጀመሪያ እንደው ከዚህ ጀነራል ነገር እናሳ አሁን እንግዲህ አመሰግናለሁ በቅድሚያ ስለተገናኘንና ይሄ ድል ስለተሰጠ ويرد الاستاذ ابو بكر احمد السؤال كما يلي اولا اشكركم على استضافتي في هذا البرنامج هذا الموضوع موضوع مهم وكبير للإثيوبيين جميعا سواء كان مسلما أو مسيحيا أو من ديانة أخرى ويخص جميع القبائل وحتى السياسيين وهناك شيء واحد يجمعنا وهو البلد إثيوبيا ولو نظرنا إلى جارنا مصر نرى أنهم كانوا يستخدمون من هذا الماء قرونا عديدة حتى وصلت بهم المراحل إلى أن يستخدموا كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية ليجعلوا هذا الماء من أجلهم فقط وكما نرى تغريدات الشخصيات المعروفة من السياسيين وغيرهم ولو رجعنا إلى ديننا دين الإسلام يأمرنا بأن نعدل على جميع الأمور وحتى على أنفسنا ومن طبيعة الإسلام والمسلمين هو العدل العدل له مكان كبير في الإسلام والدليل في هذا أنه مذكور في القرآن الكريم في آيات وسور عديدة ومنهم قوله تعالى الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى وهذا يدل على أن نعدل في جميع الأمور بين الناس واجعلنا نرجع إلى سؤالنا إلى الناس الذين يقولون على جميع المسلمين عليهم أن يقفوا جنب مصر ماذا يقصدون نصف سكان إثيوبيا مسلمين أم يقصدون من عالم آخر أم نحن لسنا مسلمين فماذا يقصدون فعلينا أن نعدل بين الناس أجمعين حتى إذا كان من ديانة أخرى فإن أرادوا أن يفكروا كمسلمين كان عليهم أن يفرحوا لأننا نريد أن نتغير وكان عليهم أن يساعدونا في بناء السد لأنه كما ذكرت لكم نصف سكان إثيوبيا وكان عليهم أن يساعدونا في بناء السد لأن كما ذكرت لكم نصف سكان إثيوبيا مسلمين ومنهم من يذوق الجوع ويعيش في الفقر كان عليهم أن ينظروا إلى الحق لأن أكثر نسبة من الماء تنبع في إثيوبيا كمن نشأ الإسلام تكرة مسد ونتن مسارتي هذا الرجل وتكرة ميارج ما نم من ناجره سيدنا علي بن أبو طالب عند ميامر أبا على الله شو وثانيا أيا كان شيخا أو أستاذا أو داعيا عليه أن يبحث عن الحق من مصدره وليس بقيل وقال هناك مقيلة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نحن لا نقيس الحق بالأشخاص بل نقيس الأشخاص بالحق إذا أتانا الحق من أي شخص كان نأخذه
وإذا أتانا الباطل من أي شخص كان لا نأخذه منه. والإشاعات الذي نسمعها أقول بكل تأكيد أنها باطلة، ولو بحثنا على دليل في كيفية استخدام الماء في ديننا هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في البخاري. زبير بن عوام لما دخل المدينة كان لديه أرض يزرع فيه، وكان ينبع منه الماء، أراد جاره أن يستخدم منه، وكان زبير يريد أن يسد الماء، فغضب الرجل فدخلوا في نقاش كبير، فكبر الموضوع مثل ما نراه اليوم في مصر وإثيوبيا، وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان زبير قريب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نبينا كان معروف بالعدل، كان يحكم بين الناس بالعدل أيا كان. فقال لزبير استخدم من الماء كما تشاء، فإن اكتفيت دع جارك يستخدم منه. فزعل الجار بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه لم يحكم بينهم بالعدل. فغضب النبي عليه الصلاة فقال له أنه أصلا ليس لديه الحق في هذا الماء، فهذا من حق جاره لأنه ينبع من أرضه، فليس له حقا لأن يشتكي فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزبير استخدم من الماء كما تشاء، فإن أردت هب لجارك. فهذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، ويدلنا هذا على كيفية استخدام الماء. وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري. وأعزائي المستمعين، كان هذا رد الأستاذ أبو بكر أحمد للسؤال الأول، وانتظرونا قريبا مع السؤال الثاني والجواب الثاني. كنت معكم في الترجمة أنا عبد الباسط شمس الدين، وشكرا على استماعكم وإلى اللقاء. قبصة كمية نسوت عندنا جرال من درمية نسوت قبصة أيوب مهنا شو مجمرة. ونذهب إلى السؤال الثاني. هناك جهات من مصر تظن أن الإسلام قريب للعرب أو لقبيلة معينة، هل كان في قديم الزمان مثل هذه المسائل؟ هل الإسلام هكذا؟ هل هذا صحيح؟ ماذا تقول في هذا يا أستاذ؟ زرقا سلتغنانيا وين دمو يكون أغرقا سلتغنانيا يميل نقر دو على وين دو مجمّره بس انجلي اسلم الناس تمرت وسطحي. وكان جواب الأستاذ أبو بكر أحمد كما يلي: الإسلام نظيف من هذه الأمور، ولهذا لو رأيت الذين كانوا القدوة في الإسلام مثلا أبو بكر كان من قريش، وبلال كان من حبشة، وصحيب كان من الروم، كانوا جميعهم في صف واحد، ولم يكن لونهم ولا قبيلتهم ولا شخصيتهم. الذي كان على الإسلام، ولكن الحق الذي كانوا فيه وصدقهم الذي كان لديهم لدينهم الذي أعطاهم هذا الشرف. دائما عندما يذكرون الناس بلال رضي الله عنه، نعم إنه من حبشة، هناك مقولة يقولها العلماء أنه أرخصه الكفر ورفعه الإسلام، بمعنى عبادة الأصنام جعله رخيصا والإسلام رفعه واحترمه. كانوا هم يتلاعبون به ويرمون به أرضا لأنه كان أسود اللون، ولكن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع به جعله أول من يصعد
الكعبة السوداء للأذان، جعله أول مؤذن، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت من أول سمعت صوت قدميه في الجنة. وهذا لأن الإسلام دين يقيس الناس بمقياس واحد وهو عملهم، وبالعكس عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب الذي أنزل عليه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وهو مرجوم إلى يوم الدين. وهذا يدل على أن الإسلام ليس بالقرابة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته: إذا أردت مني أي شيء فاسألي مني، ولكن إذا كان هنا في الدنيا فقط، أما الآخرة فلا أقدر أن أفعل شيئا لك إلا إذا كان عملك الصالح هو الذي ينفعك. وهذا أيضا يدل على أن الإسلام يقيس فقط بالأعمال الصالحة. ونقدر في الإسلام أن نرى أمثلة كثيرة، ومنهم قصة سيدنا عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب. ولو ذهبنا إلى مصر، هناك قصة لعمرو ابن العاص لما افتتح مصر، وأول ما يفعل المسلمون عند افتتاح مدينة، عند افتتاح أي مدينة، هو بناء مسجد. فأراد عمرو ابن العاص أن يبني مسجدا، ولكن مساحة المسجد كانت صغيرة ليست كافية، فكانت امرأة كبيرة في السن وكانت مسيحية بجوار المسجد، فعرضوا عليها مبلغا من المال لشراء الأرض فرفضت، فعرضوا عليها أكثر فرفضت أيضا، فأخذوا الأرض منها بقوة وبنوا المسجد فيه. فاشتكت الامرأة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعث لعمر بن العاص رسالة، فعندها أهدم المسجد لبناء بيت الامرأة الكبيرة في السن المسيحية. سبحان الله، أهدموا مسجدا للحق، فهذا هو ديننا. ولو تكلمنا بصدق، نحن نعلم الحقيقة أن مصر أكثر بلدة تعذب سكانها بديانتهم وبدينهم، فعن أي دين يتحدثون؟ فلهذا على مسلمي إثيوبيا أن يكونوا في الأمام لكي يخدموا بلدهم، لأن الحق معنا، وعلى جميع مسلمين العالم أن يشهدوا بالحق. لما نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة إلى أرض الحبشة، كان ملك الحبشة النجاشي مسيحيا، ولكن كان صادقا وعادلا، فلهذا الإسلام يريد الحق والعدل دائما. في عهد علي بن أبي طالب كان لديه بشت ضايع، ورأى رجلا لابسه في الطريق، فكان الرجل يهوديا، فتناقشا فذهبا إلى القاضي فقال لسيدنا علي: ماذا دليلك لأنه لك؟ فقال: ابن حسن ابن علي شاهد. فقال له: هذا لا يمكن لك، لأنه ابنك وسيشهد لك طبعا. فقال لليهودي: ماذا دليلك أنت؟ قال: دليلي أني أنا لابسه وأن البضاعة معي.
فقال القاضي نعم معك حق إن هذا لك. فتعجب اليهودي كيف لي أن أقف مع خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكم القاضي بيننا ويحكم لي؟ فتعجب اليهودي ثم سأل القاضي فقال له كيف حكمت لي ولم تحكم لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له القاضي هو ليس معه دليل فلذلك حكمته لك. هكذا فنطق الرجل الحق فقال إن هذا البشت للخليفة، نعم إني أنا سرقته منه. فماذا نتعلم من هذا القصة؟ أن الحق هو الإسلام وأن الإسلام هو الحق وهو العدل. ونذهب إلى السؤال الثالث والأخير، ولماذا تفعل مصر هذا ومع أنها بلدة مسلمة وتعرف الدين كما تقول؟ والجواب لهذا السؤال، أنا لا أظن أن هذا مسألة دينية وليس بديننا هكذا. إنهم يبحثون الحق الذي ليس لهم أصلا، بل يريدون ليضرونا، وما يفعلوه هو الغش، وهذا ليس أمر يجعلوه حقا أو يجعلوه باطلا متى يشاءون وكيف يشاءون. هذا أمر واضح، لأن هذا الماء تنبع من إثيوبيا وهذا الحق واضح تماما. ሚመጣውነት እነሱ ሳይናገሩት ሲቀር የሚቀርውሸት አይደለም ያለው መሬት ላይ ያለ ተጨባጭና ወነት ነው። هم فعلوا ذلك لمصلحتهم السياسية وليس بالحق، فعيب عليهم أن ينظرون في هذا الفقر ويسكتون، بل كان عليهم أن يساعدونا في بناء السد ويساندونا. ላይ መብራት ሳይገኙ ሲቀሩ እነዚህ አይነት ነገሮችን ስታይ ፍትህ ቢኖር ይሄ ነው የምታረገው የፍትህነት መለካው ስለሆነ የእምነቱ ولو كانوا يتبعون ما يأمرنا الدين ما يأمرنا الإسلام لما فعلوا هكذا. أما المسألة ليست مسألة الدين، بل هم يستخدمون الدين لسياستهم، فهم استخدموا كل الطرق لإيقاف السد. فعلى مسلمي العالم فهم هذا الموضوع، فلما تسكرت عليهم الطرق كلها استخدموا هذا الطريق، طريق الدين. فإذا كانوا يفكرون للمسلمين فماذا عن مسلمي إثيوبيا؟ فماذا عن مسلمي إثيوبيا؟ شيفان أدرقوا وين دمو أمنتون قبك أبتو يسلمنا الناس لمسلموش يناقروا ونتسل سلمنا مياسبكون يتوبيا نسلموش يسيت ليدرسوا أتشون الناس يتوبيا مسلموش يس من دنا وصل الناس مياسبوا الله أتشون أمي أرجو الله ونتسل الناس واسبوا سلري ناسبوا ناتج إنكم بهونون قدر يدين متشانك يدين قدر يسلال خونا.